استمر أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم مع هذه الانطلاقات الصباحية مع تحديات هجن أبناء القبائل. الشوط الختام انطلق منذ لحظات خصوص القعدان الثنائي المهجنات على صايل 8 كيلومترات. مباشرة على البداية، مباشرة مع مقدمة هذا الشوط، مشاكل سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعية على صدارة المسار ويقدم لنا انطلاقة مشاكل، بينما أشقر مع المركز الثاني. الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يأتي مع أشقر مع المركز الثاني، غير إلى مقدمة الشوط، بينما المركز الثالث من القادم في هذه اللحظات هذا هو السياسي وعامر بن عوض بن عدان الصيعري مع السياسي مع المركز الثالث المركز الرابع. شوف الوصول من خلال تواجد شاهين واحمد بن سعيد المزروعي ياتي مع شاهين مع المركز الرابع. المركز الخامس الطياري سلطان بن زايد بن عبد الله المزروعي مع المركز الخامس. المركز السادس هذا معاند سعيد بن محمد بن خالص العامري ياتي مع معاند مع المركز السادس، بينما المركز السابع أجد الوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد الأسد وربدان لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي يقدم اسمين في هذا الشوط مع انطلاقة الأسد وربدان مع المركز هنا أيضا مع المركز السابع والثامن، بينما المركز التاسع شوف الوصول في هذه اللحظات مع مهند عتيق بن عبيد بن عاد المهيري ياتي بمحمد يقدم مهند في هذا المسار المستمر، بينما الشبابي قادم ناصر بن محفوظ بن خميس الليبي يقدم الشبابي مع المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة المنطلقة في هذا المسار المندفعة بشعارات ابن القبائل الحاضرة في هذا المسار المنطلقة والمبدعة بالانطلاق. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع أشقر على بداية المسار يقدم أشقر. الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ ياتي على الصدارة، ياتي على مقدمة الشوط، ينطلق مع أشقر على مقدمة الانطلاق على مقدمة الإبداع على مقدمة هذا المسار، بينما مشاكل قادم. سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي يقدم لنا انطلاقة مشاكل مع المركز الثاني. المركز الثالث هذا السياسي وعامر بن عوض بن عدان الصيعري ياتي مع السياسي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذا شاهين احمد بن سعيد المزروعي ياتي ويقدم لنا انطلاقه شاهين في هذه اللحظات مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس شوف القادم في هذه اللحظات والمنطلق في هذا المسار هذا معاند سعيد بن محمد الخالص العامري ياتي مع معاند مع المركز الخامس. المركز السادس هذا ربدان سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يقدم ربدان أيضا. بمحمد بدأ يتقدم مع مهند وعتيق بن عبيد بن عاد المهيري ياتي في هذه اللحظات يقدم شعاره في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات المثيرة. الله يا سلام يا سلام. بينما المركز الثامن يتقدم الأسد وسعادة أحمد بن سلطان الحلامي ياتي مع الأسد مع المركز هنا أيضا الثامن، بينما المركز التاسع نتأخر ونشوف من القادم في هذه اللحظات من المتقدم مع المركز التاسع من الحاضر في هذا المسار المستمر. الله يا سلام يا سلام يا سلام. شوف القادم في هذه اللحظات، شوف الحاضر في هذا المسار المستمرة وفي هذا التحدي الكبير الذي يأتي بوجود سن الثنايا
سن الثنايا، ابداع الثنايا، تحديات الثنايا، الوصول في هذه اللحظات مع المركز هنا ايضا التاسع من خلال تواجد الله مطفوق. مطفوق يا بن بيات يقدم لنا مطفوق، حمطر بن حمد بن حمد بن بيات الرميذي ياتي مع مطفوق، شعار الكثير والكثير من الاسماء التي هنا ايضا قدم هذا الشعار في مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. ياتي مع مطفوق في هذه اللحظات، بينما المركز العاشر شوف القادم في هذه اللحظات، يتقدم العاصوف محمد بن سيد بن عويضان العامر، يقدم لنا العاصوف، يقدم العاصوف في هذا المسار وفي هذا الابداع الكبير. ولكن نعود مع البداية، نعود حيث البداية، نعود حيث الصدارة، نعود مع مقدمة الشوط، مع مقدمة الانطلاق، مع مقدمة الابداع، مع مقدمة التحدي، مع مقدمة الإثارة. هذا مشاكل 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 مشاكل. سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي ياتي على الصدارة، يقدم مشاكل، يقدم مشاكل، ولكن وين وين البداية؟ نعم مشاكل، أراغبه من على بعد، أراغبه من على بعد، ولكن اللي غير هذا شعار الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، يقدم أشقر المركز الثالث السياسي، عامر بن عوض بن عدان السعري يقدم السياسي، يقدم السياسي، مهند غادم، عتيق بن عبيد بن عاد المهيري يقدم مهند، يقدم مهند مع المركز الثالث، المركز أو الرابع، نعم المركز الخامس، المركز الخامس. هذا القادم المتقدم يتقدم المزروعي مع انطلاقة واندفاعه. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، هذا شاهين وأحمد بن سعيد بن سعيد المزروعي يقدم شعاره، سعادة أحمد بن سلطان الحلامي قادم مع انطلاقة واندفاعه. هنا أيضا يتقدم مع ربدان، مع ربدان، مع المركز هنا أيضا، مع المركز هنا أيضا السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع، بينما المركز السابع من القادم في هذه اللحظات، شعار بالخالص، شعار بالخالص، بدأ يوصل في هذه اللحظات، بدأ يتقدم في هذا الانطلاق، بدأ ينطلق بوجود هنا أيضا واندفاعة معاند سعيد بن محمد بالخالص العامري، بينما المركز التاسع بن بيوت مع مطفوق، مع مطفوق يقدم في هذه اللحظات، مطر بن حمد بن حمد بن بيات الرميذي، بينما المركز العاشر هذا من يتقدم، شعار بن عويضان محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم شعاره، يقدم شعاره في هذا الأداء الممتاز، في هذا التحدي الكبير. ولكن البداية، ولكن المقدمة، مقدمة الشوط، مشاكل مشاكل. بوغانم، بوغانم سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي ياتي مع مشاكل، ياتي مع مشاكل على مقدمة الشوط، على مقدمة الأداء، على مقدمة التحدي. الله، هذا هو مشاكل، قادما مع البداية، متقدما، حاضرا، مشاركا، طامحا من أجل انتصار، من أجل انتصار، الكل مشاركا من أجل انتصار. حكم أعصابك يا أبو غانم، حكم أعصابك يا أبو غانم. 1200 تقريبا، 1200 تقريبا، ما يفصلنا عن الوصول، ما يفصلنا عن العبور. والبداية مع مشاكل، البداية مع مشاكل. سعيد بن ضاحي بن حمد المزروعي ياتي مع مشاكل، ياتي مع مشاكل. أشقر قادم، ولكن القادم الصيعري، الصيعري مع سياسي وعامر بن عوض بن عدان الصيعري يقدم شعاره، يقدم شعاره في هذه اللحظات. أيضا أشقر، أيضا أشقر الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يقدم أشقر، يقدم أشقر في هذا الأداء الممتاز،
الخامس، بو محمد مع المركز الثالث، بو محمد مع المركز الثالث يقدم لنا مهند عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري، وصل بو سلطان مع المركز الرابع، ولكن السياسي واشقر، السياسي واشقر في معركة ثنائي، في معركة ثنائي، حرك بو عوض وروح، حرك بو عوض وروح مع الأداء الممتاز، مع الأداء الممتاز، الله يا سياسي، الله يا سياسي، عامر بن عوض بن عدان الصيعري يقدم السياسي، يقدم السياسي بالأداء الممتاز، بالأداء الممتاز على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط، الله شوط الختام، شوط الختام، سجلوه ودونوه باسم السياسي إذا تم على هذا الموال، إذا تم على هذا الموال، ولكن خلاص، ولكن خلاص، الله تهانينا، تهانينا وناموس، نبعثه من هذه اللحظات لمالك السياسي، لمالك السياسي عامر بن عوض بن عدان الصيعري، قدم السياسي بالأداء الممتاز، بالأداء الممتاز، بلا أي منافس، بلا أي منافس، بلا أي منازع على الإطلاق، تهانينا وناموس لمالك السياسي عامر بن عوض بن عدان الصيعري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وعلى تقديم السياسي، على تقديم السياسي بالأداء الممتاز، بالأداء الممتاز الغاية، تهانينا والناموس، خلاص يا أبو عوض خلاص السياسي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، عامر بن عوض بن عدان الصيعري يختم خاتم الأشواط الصباحية. المركز الثاني أشقر، هنا أيضا دكتور سعيد بن سابع للشيخ، ثالثا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، رابعا عتيق بن عبيد بن عاد المهيري، وخامسا محمد بن السير بن عويضان العامري. هذه النتيجة وهذا هو سياسي، ختمها أبو عوض. هنا أيضا خاتم الأشواط الصباحية كان سياسي، عامر بن عوض بن عدان الصيعري 12 دقيقة و50 ثانية، تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفازين، حظنا وفلمن لم يحالفوا الحظ.